السلام عليكم. آيفون 15 والسلسلة تقدم ترقية هامة جدا هي الأعلى في تاريخ هواتف أبل. من المتوقع أن تكشف شركة أبل النقاب عن الجيل القادم من هواتفها الرائدة آيفون 15 في وقت لاحق من شهر سبتمبر من هذا العام، كما تناثرت العديد من التسريبات والشائعات حول تشكيلة الآيفون 15 القادمة. والآن في تطور جديد ظهرت معلومات مفاجئة حول سلسلة الآيفون 15، خاصة فيما يتعلق بالشحن. إليكم التفاصيل الكاملة. آيفون 15 سيدعم سرعة شحن لاسلكي أسرع هذه المرة. وفقا للتقرير، سيدعم الآيفون 15 العادي سرعة شحن لاسلكية أسرع من خلال شاحن تابع لجهة خارجية غير الماك سيف. السرعة في سلسلة الآيفون 14 حاليا محدودة ب 7.5 واط من خلال معايير الشحن اللاسلكي المفتوحة. كانت ملحقات الماك سيف المرخصة فقط مؤهلة للحصول على سرعة شحن لاسلكي كاملة تبلغ 15 واط على الهواتف المتوافقة. ويضيف التقرير أن هاتف الآيفون 15 المرتقب سيدعم معيار التشي أو الكيو آي 2 الثاني المفتوح، الذي سيمكن من شحن الهاتف بسرعة 15 واط. وتجدر إشارة إلى أن التشي شارجن 2 متوافق بالفعل مع جميع أجهزة الآيفون، ولكن أبل لم تؤكد بعد سرعة الشحن بشكل رسمي. كشف موقع شارجر لاب أن القيد السابق على سرعات الشحن اللاسلكي كان بسبب القيود المفروضة على المنتجات غير المعتمدة من الـ MFI، وتعد الـ MFI شهادة قدمتها أبل، حيث يطلب من الشركات المصنعة الحصول على ترخيص لصنع ملحقات لأبل. يعتمد التشي شارجر 2 على معيار الماج الخاص بشركة أبل، ويقال إنه يقلل تكلفة أجهزة الشحن اللاسلكية إلى ثلث أجهزة شحن الماج سيف. هذا لأن الشركات المصنعة لن تحتاج إلى حصول على شهادة الـ MFI. وفقا لتسريبات والشائعات السابقة، من المتوقع أن يأتي هاتف الآيفون 15 القياسي بجزيرة ديناميكية دايناميك آيسلاند، وأن يتميز أيضا بمنفذ USB Type C وأحدث التطوير لدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 15 واط، يجعله يستحق الترقية لمستخدمي آيفون الأقدم. ويرجع ذلك أساسا إلى أن الجيل الحالي من الآيفون 14 يحتوي على ترقيات تدريجية مقارنة بسابقه. ما رأيك بترقية الشاحن لهواتف آيفون القادمة، أو سرعة الشحن والإمكانية لاستعمال يمكنك الآن استعمال شاحن آخر بدون مشكلة وتحصل على 15 واط؟ ما رأيكم في هذا التغيير القياسي والتاريخي بالنسبة لشركة أبل؟ فصراحة ترقية هامة، هي الأعلى في تاريخ هواتف أبل. شاركونا عبر التعليقات، ولا تنسوا دعم القناة. دمتم سالمين، مع السلامة.